ندخل البصلاية. هي بتغلي احنا بقى بناخد كده الغطا. بقى الزيت عشان نحمرها. كفايه بقى كفايه هتشوحها في كل ده زيت. كفايه استوت ولا لسه؟ جابر القرموطي هياكل طبق فراخ من ايد ابو المجد جامد النهارده. الله عليك يا مهند. وجبة فراخ في حوالي زميلنا ابو المجد عبد العزيز. كنا نقول يا ابو المجد هو المسؤول عن المزاج العام للقناه. اه والله هو ورأفت ومين تاني يا شباب؟ قولوا لي الاسماء. رأفت ومين تاني وابو المجد ورمضان. ابو المجد بقى ايه؟ وامير الله ينور عليكم. ان شاء الله في يوم كده نبقى نستضيفهم نعرف المزاج العام للمذيعين في القناه. هيبقى شغل جامد قوي. اه والله. صورة ابو المجد هو ماسك الايه الفرختين الباقيتين لان هم عملوا الفرخ اللي انا اديتها لهم وطمعوا فعملوا فرخه تانية وبالتالي احنا يعني شغل جامد يعني. دول بقى الفرختين اللي ايه اللي بقوا اهوت وهم جابوا لي الحقيقه ابو المجد وزميلتنا ابو سينا عملوا لي الفرخه دي وجابوها على الهوا اهيت. وانا قلت امبارح انه الشوربه مش هتنفع فهم برضو ايه ادي البصل. فين البصل ابو المجد؟ اهو. ايوه يا فندم ما احنا قلنا ده والله. احنا قلنا بس زملائي بس بيقولوا لي باينه اول الشوربه ولا مش باينه؟ خليني ايوه شوربه اهي اهي زي الفوق اهي باينه قدام حضراتكم اهي. احنا لا مؤاخذه ما بيقفش قدامنا مطابخ. لا مؤاخذه احنا ما بنقفش قدامنا مطابخ. يعني كل الشكر لزميلنا احمد خطاب اللي يعني بذل مجهود خرافي عشان يجيب لنا الاربع فرخات تاني وزميلنا ماجد امين الله يكرمه وزملائنا بقى. بلاش يا ريس. يا ريس يعني ايش ان شاء الله. دي الفرخه ب 17 ام 13 جنيه اللي جايبين منها اربع فرخات من المجمع او من السوبر ماركت اللي احنا كنا بنتكلم عليه امبارح والنهارده.
فعشان بس ما حدش يزعل انا باكلها على هوا اهو. ليه؟ الصلاحيه بتاعتها هتنتهي نهايه الشهر ده اللي احنا فيه. احنا بنقول بعد كده عشان بس ما حدش يقول لك كنا انت بتعمل على الزعزعه. انا لا بعمل زعزعه ولا بعمل احزار والقد الفرق على هوا. وبالتالي هسيب لكم شويه شوربه اهو. ودي الايه الاجزاء بتاعه الايه الفرخه. ناكل برضو ايه منها حته كده اهو زي الفل اهي وحاجه محترمه وكده اهو. يا قطب قطب بنه بتحب الورك ولا الصدر؟ يا قطب قطب بنه بتحب الورك ولا الصدر يا ريس؟ ادي الفرخه كانها على الهواء وهي زي الفل اهي. واحنا بنقول يا جدعان لا تشتري الفرخه اللي موجوده في الشارع. ادي اهو تبقى عم كده القرموطي ياكل فرخه ب 17 جنيه عشان ما حدش يزيد برضه عليه. يا شبنا الشوربه وكلنا ابو المجد عبد العزيز قام بواجبه وعملنا البصل وكل حاجه تمام. دي الفرخه امه 17 جنيه امه 13 جنيه. ارجوكم احنا بنتكلم تاني في كيفيه طرح هذا الامر للجمهور. لما يكون في حاجه زي دي يطلع بيان من وزاره التموين الاول يقول والله العظيم حقيقه هذه فرق 1 2 3 4. اللي يروح يشتري بقى يروح يشتري، اللي مش عايز يشتري ما يشتريش. بس هي دي الفكره بقى. طبعا حضرتك هتستنى بكره عشان تشوفني انا بخير ولا مش بخير. انا حصل لي حاجه في ركبي، انا ركبي حديد. احنا ان شاء الله عندنا حلقه بكره، كويس ان عندنا حلقه بكره يعني. باذن الله. انا جبت لكم بقى بقيه الفرخه اهيت عشان تروقوا ان شاء الله وتاخدوا السنه ما اخد شويه شوربه لانها واقفه بزوري يا مان. يعني حد بيجيب في السيره كده. استنى والنبي شويه شوربه لحسن. على ارصفها يا ريس. حبيبي يا ريس الشوربه اهي. الشوربه اهي. تاني لا تشتري الفراخ على الارصفه. اشتري الفراخ اللي موجوده في المجمعات وتاكد من الصلاحيه. ماشي؟ وعلى وزاره التموين والجهات المعنيه لما هذا الامر يتقرر ارجوكم ادونا فكره الاول. مش ادوا الاعلام، ادوا المواطن فكره الاول. ناخد فاصل بقى عشان نشوف موضوع الفراخ ده اخباره ايه.